وصلتوا لإيه؟ كل المعلومات اللي عندنا تأكدت يا فندم، وصلنا للهدف بتاعنا. استدعي قواتك. كان أمر خدمة الساعة 5 الصبح جالنا، ودعنا أهلينا وطمنا عيالنا، رددنا قسمك يا بلادي بكل عزة، ما احنا اللي من باقي ولادك مكتوبة لنا. الصبح كان لسه يدوب فيه اللي نوره، كان كل واحد مننا قايم بدوره، قلب الوطن روح شرف والكل حالف يكتب ويثبت للوطن فيها حدود. عملية مش سهلة وعايزة قلوب عافية، ما يهزهاش ولا أي شيء في الدنيا دي، واحنا إيماننا بربنا وبلدنا غالي خلانا قد القول وقد المسؤولية. إيد واحدة وقلوبنا كانت على بعضنا، والفرحة كانت باينة فعلنا كلنا. ما هو كل واحد فينا كان عارف أكيد، لا يعيش بطل لا يروح لجنة ربنا، لا يعيش بطل لا يروح لجنة ربنا. كل خطوة مننا كان صوتها كافي، إنه يقول للدنيا دي لازم تخافي. كان جنبي صاحبي وضفايتي في نفس المهمة، كان ظهره ليا وقلبه كان ساند كتافي، إحساسه شجعني وقواني كتير، وبرغم سني بس كان قائد كبير. رصاصه كان زي المطر ونشانه صاير، تسلم ايدك يا ابني اللي تتلفف حرير. انا شفت قدامي اسد كاتم جراحه، ولمحت في عيني وقتها حق اللي راحوا. الله اكبر تحيا مصر لما قالها، كان صوته اقوى من رصاصي ومن سلاح. وفي لحظه جات له طلقه في الجنب الشمال، والدم من قلب البطل على الارض سال. نطق الشهاده وقال لي حق اخواتي جبته، غمض عيونه وضمني وعلى كتفي مال. وصاني على امه وقال لي ابوس ايديها، قلب ابتسامه في النعيم ومش ناسيها. شرف الوطن اغلى قوي من اي حاجه، سلم لي على مصر وعلى كل اللي فيها. مع السلامه يا دفعتي، روح للهنا في الجنه بيتك، واحنا هنكمل هنا. انا اللي كان نفسي انولها واموت شهيد، لكني عشت عشان اجيب حقك انا، عشان اجيب حقك انا.